نالت وزارة الصحة بقطاع المراكز الصحية بالرعاية الأولية ومجمع السلمانية الطبية على الاعتماد الكندي، حيث حصلت الرعاية الصحية الأولية على الاعتماد الكندي بالمستوى البلاتيني، بينما حصل مجمع السلمانية الطبية على الاعتماد الكندي بالمستوى الذهبي. حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتور وليد المانع، الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات بوزارة الصحة. دكتور وليد، ما المعايير التي طبقتها الوزارة للحصول على هذا الاعتماد الكندي؟ أول شيء مساكم الله بالخير ومسي بالخير على الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، وأتوجه بأجمل التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة، قيادة وزارة الصحة والعاملين في وزارة الصحة، ولجميع المواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين الحبيبة على هذا الإنجاز اللي وصلت إليه يعني وزارة الصحة، بأنه حصلت على الاعتماد الكندي، أحد الاعتمادات العالمية بنسب عالية جدا. مثل ما أخبرت بأن وصلنا إلى الرعاية الصحية الأولية القياس اللاتيني ومجمع السلماني الطبي كذلك الذهبي. المعايير طبعا وزارة الصحة كانت لها جهود متراكمة. احنا عندنا يعني إذا خصصنا إلى الرعاية الصحية الأولية والرعاية الصحية الثانوية فهي مو وليدة اليوم، بل أن هناك في جهود كثيرة تبذل في قضية الجودة. والاعتماد الكندي هذا اعتماد عالمي تستخدم الدول المتقدمة كأداة لقياس الجودة الموجودة فيها، ولإضافة وتطوير يعني نظام الخدمات الصحية اللي تقدم سواء على مستوى الرعاية الأولية أو الثانوية. هناك معايير طبعا لها عدد معين، مثلا في الرعاية الصحية الأولية حوالي تقريبا 8 معايير رئيسية، ولكن تتفرع منها عدة مؤشرات توصل لحوالي 800 مؤشر. أما الرعاية الصحية الثانوية ففيها حوالي 20 تقريبا معيار، وتتفرع فيه لأكثر من 2500 تقريبا مؤشر. وزارة الصحة وضعت خطة طبعا للوصول إلى هذا الاعتماد، ولكن كان التحدي بأن احنا نجدد هذا الاعتماد من احنا بديناه في 2014 تقريبا في شهر جون، أن حصلنا على الاعتماد في حوالي تقريبا سنة ونص أو سنة، يعني حصلنا على آخر تقريبا نعم. سنة 2015 للرعاية الصحية الأولية، والرعاية الصحية الثانوية متمثلة في مجمع السلماني الطبي حصلنا عليها في أول أو في بداية 2016. نعم دكتور، ما أهمية الحصول على هذا الاعتماد الكندي؟ أولا تضع البحرين في مصاف الدول المتقدمة. احنا لما نقيس نقول والله إذا كان مستشفى معتمد أو مركز مثلا صحي معتمد، فكأن احنا نعيش بالضبط هذه الخدمات اللي تقدم في المراكز المتقدمة عالميا. فأقدر أقول والله معتمد عامة من الاعتماد الكندي، فهو بنفس الرقي وبنفس الخدمات اللي تقدم بنفس الجودة في أكبر مستشفيات وأكبر المراكز العالمية. الجانب الآخر أهمية للمواطن، قد يكون المواطن يقول والله إحنا ليش يعني نروح نسوي اعتماد. هذا الاعتماد ليس فقط تنظيري إنما عملي، ويأتون طبعا إلى المستشفى وفينا قياسات معينة ومعقدة. هدفها الرئيسي إضافة قضية سلامة المستخدم لهذه المؤسسة. يعني وفي هناك أمثلة، قد يكون الواحد يقول يعني إحنا مثلا الاعتماد الكندي يعطينا أحد المؤشرات يقول والله الأدوية بالنسبة للمرضى لازم أنها هي تكون في سجل ثابت، اللي يأخذها في الدواء في البيت، خذها من الصيدلية، خذها من المستشفى، خذها من الطب الخاص، جميعا لازم يكون موحد وعندنا علم فيه وملف خاص فيه. طيب هذا المؤشر روح الوحيد اللي من 2500 تقريبا مؤشر أو أكثر يضيف لنا إحنا لسلامة المستخدم. نعم صحيح. ويضع المستخدم أنه يعني يعلم أن هذه المؤسسة يجب أن الثقة فيها بثقة المراكز العالمية. نعم بلا شك. دكتور وليد المانع، الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات بوزارة الصحة، شكرا جزيلا لك.